بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآيات الأربع من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الآيات يخبرنا جل وعلا عن حال المشركين المنكرين للبعث لأنهم استبعدوا استبعادا عظيما، حيث أن بث الحياة والروح في العظام البالية النخرة والتراب المسحوق أو الغبار على الأرض كيف يجعل فيه حياة؟ كيف يحيا بعد موته وذهاب قوته؟ استبعادا عن قدرة الله جل وعلا، وهم جاهلون بكمال قدرة الله جل وعلا، فهو القادر على كل شيء، وجل وعلا قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون كما أراد جل وعلا، من غير إحضار مواد ومن غير نظر في كيفيته ومآله وما صار إليه. فهو جل وعلا يوجد الحي، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. وقالوا أئذا كنا عظاما، يعني بالية نخرة يابسة لا حياة فيها،
ورفاتا، والرفات هو الغبار أو التراب أو الكسر والقطع المتفتتة. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أنحيا بعد هذا ونبعث؟ قال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد كونوا حجارة أو حديدا. فالله جل وعلا قادر على أن يبعثكم كيفما كنتم، سواء كنتم عظاما ورفاتا أو أقوى من ذلك حجارة أو حديدا، كل ذلك عنده جل وعلا سهل ميسور. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو خلقا آخر أيا كان، حتى ولو كنتم الموت بنفسه، أو كنتم الموت إن الله جل وعلا قادر على إحيائكم. أو خلقا مما يكبر في صدوركم من السماء أو الأرض أو أيا كنتم، فإن الله جل وعلا قادر على بعثكم وجعل الحياة تسري فيكم. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون، يقول لك الظالمون الكافرون إذا قلت لهم ذلك: من يعيدنا؟ من يعيدنا؟ من يجعلنا كذلك؟ قل الله قادر على كل شيء. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة. خلقكم من ماذا؟ من تراب وطين يابس صلصال. خلق آدم، ثم خلق ذريته من ماء مهين، قطرة مني مهينة لا قيمة لها، يجعل الله جل وعلا فيها الحياة فيحيا. قل الذي فطركم أول مرة، فالقادر على الإحياء أول مرة قادر على البعث بعد ذلك مرة ثانية. فطلب الحياة في أول مرة أعظم وأشق، لو كان فيه مشقة أشق من إعادته مرة ثانية. قل الذي فطركم أول مرة، فسيقولون: متى هو؟ ويقولون: قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم. إنغاض الرأس تحريكه إلى أسفل وأعلى، يعني أنهم يستبعدون هذا الشيء كل الاستبعاد. فسينغضون إليك، ينغضون يميلون إليك رؤوسهم ويحركونها من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، ويقولون: متى هو؟ متى هذا يكون؟ متى يكون هذا؟ بعيد كل البعد. قل: عسى أن يكون قريبا. فهو آت لا محالة،
وكل آت قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يناديكم ويدعوكم فتستجيبون له بسرعة، يوم ينادي إسرافيل فيقول أيها العظام النخرة واللحوم الموزقة والشعور المبعثرة استجيبوا، والعروق المقطعة استجيبوا لنداء ربكم. فإذا الناس كلهم على سطح الأرض خارجين بمنادات جبريل أو اسم إسرافيل، إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي، فعند ذلك يستجيبون له ولا يتلكؤون ولا يمانعون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، ما نقدر نتعذر، أمرنا الله جل وعلا أن ننطق فنطقنا، نشهد بما أمرنا الله جل وعلا أن نشهد به، ليس لنا خيار. كما قال الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيختم الله على الفم ما يتكلم، لا يصدق ولا يكذب، ثم يقول للجوارح انطقي فتنطق بما فعلت. حينما يقول العبد يا ربي إني لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي، ما أقبل يشهد علي فلان أو علان، ما أقبل شاهد إلا من نفسي، فعند ذلك يقول الله جل وعلا له لك ذلك، فيختم على الفم ما يتكلم وتنطق الجوارح بما فعلت. فيفتح الله النطق على الفم فيقول سحقا لكن وبعدا، إنما كنت عنكن أناضل، أنا أدافع عنكن، أدافع عن السمع والبصر واليد والرجل، وأنتم فضحتوني. فقالوا له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، تجيبون نداء الله جل وعلا ودعوته لكم، وأنتم في حال حمد لله جل وعلا. أما الكافر فيحمد الاختيار له، وأما المؤمن فهو يحمد الله جل وعلا الذي أحياه بعدما أماته، كما يكون في الدنيا بعد النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تستجيبون بحمده، تستجيبون بحمده تحمدونه، أو تستجيبون له بتوحيده بقولكم لا إله إلا الله، وتظنون، الظن هنا بمعنى اليقين، وتظنون أن لبثتم إن لبثتم إلا قليلا، تظنون لبثكم في القبور قليل، أو أن لبثكم في الدنيا قليل، أو لبثكم في القبور بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ومقداره 40 سنة،
ولا يعذب الكفار ولا المعذبون في القبور في بين النفختين، ومقداره 40 سنة، وإلا فإنهم في الأول يعذبون ويستطيلون ذلك، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني أنهم ما استراحوا إلا بهذا المقدار، مقدار ما بين النفختين، وهو مقداره 40 سنة، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أو أن الحياة الدنيا كلها قليلة بالنسبة للآخرة، أو أن لبثكم في القبور وإن كان بعضكم في حال عذاب فإن العذاب الشديد ينتظركم بعد، لم يصلكم إلا الآن، فحينئذ يخافون ويقولون ليتنا نرد إلى قبورنا ونصبر على عذاب القبر، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا بيان من الله جل وعلا لعباده المؤمن والفاجر والكافر، فالمؤمن يتعظ ويحسب لذلك ألف حساب ويعمل من أجل ذلك اليوم، والكافر ساهٍ غافل لا يتذكر إلا بعدما ينادى ويدعى، فحينئذ يقول لا ليتني أرد فلا أعود إلى ما أعمل. والله جل وعلا بيّن لنا ذلك ليأخذ الحذر منا، ليأخذ الاستعداد منا كل ما أخذ لنستعد لهذا اليوم. فالشقي من أتاه العذاب وهو لم يستعد، والعياذ بالله. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أي ترابا، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدما لا نذكر، كما أخبر عنهم في الموضع الآخر يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم فقال قل كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. عن مجاهد سألت ابن عباس عن ذلك فقال هو الموت. وعن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية لو كنتم موتى لأحييتكم، ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم، لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وقال مجاهد أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماء والأرض والجبال. وفي رواية ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم. وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا. قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، قال ابن عباس وقتاده يحركونها استهزاء، والإنغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل، يقال نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها. وقال الراجز ونغضت من هرم أسنانها. وقوله
ويقولون متى هو، إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وقوله قل عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت قريب. وقوله تعالى يوم يدعوكم، أي الرب تبارك وتعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إن الساهرة أرض القيامة، إنما هي زجرة كلمة واحدة زجر، فإذا هم حاضرون على أرض عرصات القيامة، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته، قال ابن عباس فتستجيبون بحمده أي بأمره، وقال قتادة بمعرفته وطاعته، وقال بعضهم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي وله الحمد في كل حال. وقد جاء في الحديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، كأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله، وفي رواية يقولون الحمد لله الذي أذهم عنا الحزن، وقوله تعالى وتظنون أي يوم تقومون من قبوركم، إن لبثتم أي في الدار الدنيا إلا قليلا، كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع بصير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أخونا يقول نحن نسكن في أوروبا، التبست علينا المطالع لا تغرب الشمس خلال 24 ساعة إلا ساعتين، كيف نصوم مدة الأوقات، وكيف نصلي صلاة العشاء وصلاة التراويح وصلاة الفجر، وهذه الأوقات لا تكفي؟ هذه الأمور ما يصلح أن يسأل عنها واحد واحدا، لست أهلا لأن أجيب لهذا السؤال، وإنما عليكم الرجوع إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سيبينوا لكم ذلك، وقد بينوا لأهل المشارق والمغارب كيف يصومون وكيف يصلون، يجتهد العلماء هناك
ويستنيرون برأي من يدرك ذلك ويعرفه فيبينون للناس. يقول السائل: قدمت أنا وزوجتي وبناتي للعمرة، ونزلت الدورة على إحداهما قبل وصولي إلى الميقات، فهل آخذ العمرة بعد الطهارة لأني مقيم 6 أيام في مكة؟ أولاً علينا أن نعلم أن من أراد الحج أو العمرة وصل إلى الميقات فإن عليه أن يحرم من الميقات، سواء كان رجلاً صحيحاً أو مريضاً، وسواء كانت امرأةً طاهر أو حائض أو مريضة. على كل من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات، ثم لا يخلو إذا أحرم من الميقات وطهرت المرأة قبل أن يسافر أهلها، فإن عليها أن تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. أما إذا عزم أهلها على السفر وهي لم تطهر بعد، فعليها أن تراجع طالب علم ليجتهد لها فتغتسل وتطوف وتسعى وإن لم تطهر، وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. أما إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض ولا تحب أن تعطل ذويها وأهلها فلم تحرم، فلا بأس عليها. ثم إن طهرت بعد دخولها مكة فعليها أن تحرم من الحل، وتكون حينئذ مؤدية للعمرة من داخل مكة من الحل من التنعيم أو غيره. أما إذا دخلت بنية العمرة وهي لم تحرم وإنما تريد أن تحرم فيما بعد، فعليها أن تخرج إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا يسوغ لها أن تحرم من أدنى الحل لأنها دخلت وهي ناوية للعمرة، فحينئذ عليها أن تحرم من الميقات. ولا يجوز للمرأة أن تتجاوز الميقات إذا كانت عازمة على أداء العمرة، كأن تعرف أن ربعها وأهلها سيقيمون في مكة شهر رمضان أو بعضه، وأنهم لن يغادروا قبل طهرها، فعليها أن تحرم من المكان الذي تمر به، الميقات الذي تمر به، فإذا أحرمت تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. يقول السائل: هل يرث الخنثى ومع من يرث، مع الذكور أو الإناث؟ الخنثى له باب مستقل في باب الفرائض سنمر عليه إن شاء الله، وقد مررنا عليه فيما مضى أكثر من مرة، فعلى من لم يحضر في المرات الأولى أن ينتظر حتى نمر عليه إن شاء الله. وهو يختلف باختلاف الحال، أحيانا يرث بكونه أنثى ولا يرث إذا كان ذكرا، وأحيانا يرث إذا كان ذكرا ولا يرث إذا كان أنثى، وأحيانا يرث في حال الذكور والإناث
سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنه يتفاوت وأحيانا لا يتفاوت في ميراثه ذكرا كان أو أنثى كما سيأتي إن شاء الله. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع والسعي أو الطواف وحده؟ العمرة محل خلاف وجوب طواف الوداع فيها. بعض العلماء يرى أن العمرة كالحج، يلزم طواف الوداع كما لزم في الحج، وبعض العلماء يقول إن المعتمر يختلف عن الحاج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى مرة ثانية، فلذا لزم طواف الوداع. وأما المعتمر فإنه يؤدي عمرته ويبقى في مكة لا يخرج منها. وعلى كل حال، إذا طفت للوداع وأنت معتمر فهذا خير وحسن، ولا أحد يؤثمك من العلماء، بخلاف إذا لم تطف فبعض العلماء يؤثمك. واعلم أنه ليس على من ترك طواف الوداع في العمرة هدي فيما أعلم عند الجميع. يقول السائل: استلام الركن اليماني ومسحه وكذلك تقبيل الحجر الأسود يكون بعد كل طواف أو خاص بطواف العمرة والحج، وكذلك إلصاق الصدر على الملتزم والدعاء عنده يكون بعد الطواف أو بعد الطواف أولا، أو لا يلزم طواف ويكون مستقلا؟ تقبيل الحجر الأسود في كل شوط لمن تيسر له ذلك وليس بلازم. يستحب تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني كلما حاذاهما الطائف وليس بلازم. وأما الملتزم فكان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون عند القدوم وعند السفر، إذا طاف المرء حال قدومه التزم استحبابا لا وجوبا، وإذا ودع التزم استحبابا لا وجوبا. يقول السائل: خرجت للعمرة إلى عرفات وأحرمت ثم دخلت الحرم بعمرة، فهل هذا عمل صحيح؟ إذا كنت خرجت لعرفات لغرض غير العمرة فلا بأس عليك، فإذا عزمت على الرجوع إلى مكة فتحرم من مكانك، لأن عرفات خارج حدود الحرم. أما إذا كنت خرجت من أجل العمرة فكخروجك من مكة إلى التنعيم من أجل العمرة، هذا خلاف الأولى، وخاصة إذا كنت حديث عهد بعمرة فلا ينبغي لك أن تكرر. يقول السائل: عندنا في بلادنا مولد لبعض المشايخ وفيه سباق بالخيل، فهل يجوز لي أن أذهب بفرس السباق فقط؟ الموالد سواء كانت مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو لعامة الناس أو لبعض العلماء، كل هذا من البدع
التي لا ينبغي أن تقام ولا توجد، وإذا وجدت فينبغي أن ينهى عنها، فلا تعتبر المولد تقربا إلى الله، بل هو يبعدك عن ربك تبارك وتعالى، لأن كل بدعة ضلالة. يقول السائل: في أثناء الطواف لم أتذكر عدد المرات، هل 7 أم 8، فماذا أفعل؟ إذا نسيت عدد المرات فعليك أن تعمل بالأحوط، عليك أن تعمل بالأحوط. إذا شككت طفت 3 أو 4 فاجعلها الأحوط كم؟ 3. إذا شككت 4 أو 5 فاجعلها الأحوط 4، وهكذا ابن على اليقين الذي هو الأقل. وأنت تقول أنني جعلتها 7، أنا ما أدري أهي 7 أو 8، فجعلتها 7 فلا بأس عليك. يقول السائل: نرى كثيرا من الإخوة في الحرم يمرون بين يدي المصلين، ومرات تمر النساء بين يدي الرجال، فهل هذا يقطع الصلاة في الحرم أم الحرم مستثنى من النهي؟ وما نصيحتكم للمصلين بارك الله فيكم؟ أولا، ينبغي لمن يمر أن يحذر المرور بين يدي المصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع مرورا إلا بمرور بين يدي المصلي فلعله لا بأس عليه، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: المرور بين يدي المصلي ممنوع مطلقا في أي مكان، وبعضهم يستثني المسجد الحرام، يقول: لا بأس بالمرور، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة، وكان الناس والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. فالمسألة فيها خلاف، فعليك أن تحذر المرور إلا إذا اضطررت، فإذا اضطررت فلعله لا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: امرأة سعت بين الصفا والمروة 3 أشواط ولم تستطع إكمال السعي، وأكمل السعي عنها ابنها جهلا منه، فماذا يلزمها؟ يجب عليها أن تكمل سعيها ولو في اليوم الثاني أو الثالث. ما يلزم الموالاة بين أشواط السعي. فيروى أن سودة بنت عمر بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طافت وسعت في 3 أيام أو أكثر، فلا بأس على المرأة العاجزة أن تسعى 2 أو 3 وتجلس تستريح، ثم تستعيد البقية تبدأ مما وقفت عليه. ما يلزمها أن تستأنف من الأول. إذا سعت في اليوم الأول 2، وسعت في اليوم الثالث 3، وسعت في اليوم الثاني 3، فلا بأس عليها، أو 4 أو أقل أو أكثر، لا بأس عليها. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقوله تعالى: ويوم نختم على أفواههم؟ لا
لا يا أخي، ما فيها خلاف هذه ولا فيها تفرق ولا شتات، بل هي متفقة، والله جل وعلا يكلمه العباد بالألسن ثم يختم على الألسن، وتكلم غيرها بأمر الله جل وعلا. يقول السائل: هل المؤمن يتأذى في قبره من عذاب العاصي الذي يقبر بجواره؟ ما يتأذى أحد من أحد في القبور، ولا يسر أحد بأحد حوله، بل كل مشغول بنفسه، ولا أحد عليه من أحد أبدا، وإنما هم جيران قرب لا يتزاورون، وقد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهم في نعيم مستمر والآخر في عذاب مستمر، والعياذ بالله. يقول السائل: ما حكم من ينكر عذاب القبر ويقول أريد آية تذكر عذاب القبر؟ عذاب القبر حق، ونعيمه حق، ولا يجوز للمسلم أن ينكره، فإن أنكره فيقرر في ذلك، فإن اعترف فالحمد لله، وإلا فعليه خطر عظيم. يقول السائل: أخي ينام كثيراً وأحياناً لا يستطيع القيام لصلاة الفجر، وأنا أحياناً أوقده للصلاة وأحياناً أتركه، فهل إن تركته أكون آثماً أم لا؟ لا يا أخي، عليك أن توقظه، لأن هذا من بذل النصيحة، والواجب عليك أن توقظه، وهو عليه أن يتنبه ولا يهمل نفسه، لا يضيع نفسه فيخسر الدنيا والآخرة، لأنه إن عذر مرة فلن يعذر في المرة الثانية. يقول السائل: الطلاق الرجعي هل له أن يراجع زوجته قبل انتهاء العدة أو بعد العدة بدون عقد؟ الطلاق الرجعي إذا راجعها في أثناء العدة فلا بأس عليه، وترجع له زوجته بدون عقد، أما إذا تمت عدتها فلا رجعة لها، تكون أجنبية ويكون خاطبا من الخطاب، إن شاءوا أطاعوه وإن شاءوا منعوه. يقول السائل: ما هو حكم ترديد الأدعية وراء المرشد أثناء الطواف والسعي؟ هذا الترديد ما ينبغي، وإنما كل إنسان يدعو لنفسه، يدعو ويستحضر قلبه في دعائه، لأنه إن ردد مع الداعي وهو لا يدري ما يقول فهذا محروم من الإجابة، لأن الله جل وعلا لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، فيحسن بالمرء أن يستحضر عظمة الله جل وعلا وإجابته الدعاء، وأنه سيجيبه، فيسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا في التشهد من الوتر، فهل أشفع الوتر؟ لا يا أخي، أكمل وترك، حتى وإن كنت قد كبرت تكبيرة الإحرام
أو لم تبدأ بالوتر أصلا فبدأت به بعد الأذان فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: كيف يضبط طالب العلم مسائل الرضاع؟ يضبطها كما يضبط مسائل الأخرى الفقهية، ما فيها مشاكل والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز تأجير صالون الحلاقة؟ لا يجوز هذا إذا كان الحلاق يحلق اللحية، لأن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، وإنما يؤجر الحلاقة إذا كانت لحلاقة الحج أو العمرة أو التحلل أو حلق الرأس فقط المباح، وأما إذا كان الحلاق لا يعتذر من حلق اللحية فلا يجوز ذلك. يقول السائل: أنا أمتلك سيارة ورأيت في المنام أني أصدم شخصاً، فيما تفسيره؟ فما تفسيره؟ ما أنا أدري عن التفسير، والله أعلم. نعم. وما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين على الخيار بين ثلاثة أمور: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين واحد من هذه الثلاثة، فإذا لم يستطع الثلاثة ولا واحدا منها فعليه أن يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين، والأفضل أن تكون متتابعة، لأنها جاءت في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصيام 3 أيام متتابعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.